كله مية مية. وأكلمك أطمنك كمان بعد ما نخلص. يلا رجال الهمة شوية. سلام عليكم. عاوزين نخلص الشغلانة دي قبل نص الليل. ايه رايك يا هارون؟ مش انا ما كنت بتسجل لي؟ يعني مش هيما اللي كان شغال في القصر لوحده؟ انا يا باشا مش وقت كلام يا هارون، انا هتصرف وبعدين نتحاسب. ما كنتش عارف انك لعبت عليا ورجعت لشغلانتك القديمه في سرقه الاثار وتهريبها. كنت رايح تسيب منصبك وانك محسوب علينا، مش تعمل لنا فضيحه. سامحني جنابك، بس عدم المؤاخذه يعني جنابك عارف كل حاجه ومسجل لي وعارف بقالك مده، يعني انا مش فاهم الحكايه دي. قلت استنى الفرصه المناسبه وهجت. كسبت كام من مخازن الاثار اللي سرقتها؟ لا مش كتير جنابك، الأسعار دلوك بقيت في الأرض، كل من هب ودب بيشتغل دلوك في الأسرار. هترجع تلف ودور عليا تاني؟ تحب أوريك الصوت والصورة؟ لقاءاتك مع مقرب الأسرار الأجانب جاكل الأرض واتفاق على الأسعار. بص يا هارون، ما دلوقتي قبضوا على ابن ابنك وزمانهم بيحققوا معاه، أكيد هيعرفوا إنك جده وإن محل الوزير اتوسط عشان يخرج حفيده من السجن بعفو رئاسي وطلع بيهرب الآثار لحسابه. أرجوك أرجوك يا سعادة الباشا، أبوس راسك، خليهم بس يفرجوا عن هيمة. ماشي، بس أنا في مقابل إنهم يفرجوا عنه كمان اسمه ما يجيش في المحضر خالص، واللي يلبس القضية دي تأمير الأثار اللي مات. جنابك تطلب ايه؟ عايز ايه جنابك؟ يعني احسب حسبتك، شوف انت كسبت كام في الفترة اللي فاتت دي من تهريب الأثار، وهتدفع لي نص المبلغ اللي انت كسبته. نص فلوس؟ وبالدولار هتدفع النص، مش احسن ما يبقى فيها فضيحه وتتسجن هارون؟